وياه خلينا نتكلم يوم عن موضوع المهماز والحصان لو كان موزن صحيح او حقيقي، اما انه يحقر لمسك لمكان المهماز البطن انه موزون فيعرف انك حتى لو حاول يهرب ترده فيحقره، او انه اول مره يلمس فيستغرب منه شوي يحاول يضربك يتنرفز ثم يركض. فاي حصان يحترم مكان ضغط الرجل او المهماز احترام زايد عن اللزوم، سبب انه قد ضغط المهماز في قوه مره فاحترمه، زي ضبط الشكيمه لما تلقى حصان اول مره اما يخاف منها لانها جديده مع الوقت يحقرها، او مع الوقت احترمها اذا كان مركوب صح، فمع الوقت بس بصمعت وجهه. لكن هذا مو حصان نهائيه، في البدايه استعملت المهماز الشكيمه استعمال حقيقي، كذلك المهماز استعمال حقيقي ما شاف مقطع يرجع له. ابوضح النقطه، حصان موزون اول مره جربها معه، صار موزون ما قد طبعا ركبته مو مهر، بس لاحظ بهذه بضغطها بضغط على بطنه ولاحظ كيف ما يمكن يعبرها، فما لو كان مهماز بيوضعك مهماز بيكون من نواحي معينه. لاحظ عند بطن الحصان بضغط بالشكل هذا، لاحظه هذه واحده هذه اثنتين هذه ثلاث هذه اربع هذه خمس هذه ست هذه سبع هاي ثمان هاي تسع هذه عشر. لاحظ حدها، فما في اي حركه عنها. لو سويت المهماز البسيط العادي سواء برولا الحاد الامريكي او الاوروبي العادي، لو ضغطت على حصان مدرب على المهماز يمشي على جنب بالقوت العادي، يعني وانت ماسك بالرشمه فقط تضغط المهماز يمشي على جنب فيحترم ضغطها. فلما يجي شخص يقول لك والله الحصان فقط اشارات بالرجل كافيه والحصان المهماز لم يتم استعماله، هذا جاهل او متجاهل في موضوع المهماز. ما يعني المهماز غلط، المهماز للتوجيه وليس للتحريك، اذا استعملته صح فهو صح، استعملته خطا فهو خطا، لكن القول انه لم يستعمل لانه مجرد لمسه كافيه هذا يدل انه مستعمل، زي العصات مجرد انك تشيل الحصان يحترمها لانه مضروب فيها قبل. الحصان اللي ما قد انضرب بالعصا تسوي سوات هذا، لاحظ مهما شلتها فوق عند اذنه هنا احركها حاقر انه ما قد انضرب فيها. فاما انه اللي يخاف منها اما انه اول مره يشوفها فطبيعي يخاف يحاول يهرب منها لان شيء جديد عليه، ثم اذا ما ضربته فيها اطمئن، او انه اذا استمر يخاف منها مضروب فيها. لكن اذا انضرب فيها مع الوقت فقط لمسه كافيه، لكن المهماز ضغطه كافيه ما يحتاج ابالغ في الضغط، مع انه خطا، بس انا قصدي الفكره انه معناتها الضغط اللي موجود بالشكيمه عند الراكب اللي يركب ركوب جيد، ضغط ايجابي صحيح متحكم فيه، موجود طرق ركوب اخرى بالرجل. اللهم ان الحصان لما تضغط المهماز بالرجل ما راح يبين الضغط بفمها وراسه، ما راح يحرك راسه لانك ضاغط المهماز. لكن لما اضغط اعطي امر واضح باليد بالشكيمه الفم يفتح او يرفع راسه. فكون زي ما قلت الضغط مرئي في الشكيمه او في اليد ما يعني انه موجود في الرجل، موجود واكثر. وهذا دليل قطعي على النقطه هذه. من الجهه الاخرى لاحظ حدها عند بطنه، عند ابطه، هنا 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 ورا بطاته. لاحظ حده العدسه، ما في اي تحرك ما في اي ارضاء، مع انه اول مره جاها بالشكل هذا، زي بصبعي عاده او ايدي وغيره، بس انا قصدي معناته الحصان هذا الحين لو بتعلم المهماز كيف تعلم المهماز؟ ضغط حقره فيضطرون يضغطون زياده. لكن اذا ضغط يد المهماز ما راح يفك فم الحصان، ما راح يرفع راس الحصان. فيجي في بالك ان الحصان والله المهماز فقط مع الوقت بعد شهر شهرين يوريك بس ضغط الحصان يعطيه ما يريد. ما وراك الضغط اللي يصير اول مره. ذاك زي ما تشوف مرات اثار الشكيمه في شدق الحصان في بدايه الركوب، تروح تشوف الاثار المهماز في بطن الحصان لو جانب الحصان بدايه الركوب. بعض الاحيان اصلا لون المكان حق المهماز غير لون الحصان كامل. مثلا في بياض ودهم او احمر او كوميت بسبب المهماز، في طرق راقيه زي الطريقه الاسبانيه والدرساج هناك اللي يستعملون المهماز استعمال خاطئ اصلا. ففي امور في الخيل او اغلب امور الخيل في الركوب شغل مخك انه شيء مرئي بالعين المجرده، يعني شيء زي اللي قاعد اقول هذا مو بشيء تحتاج انك تكون فاهم في الخيل عشان تعرفه، لو بالفعل شغلت مخك وشفت لحكمت. لكن لما تكون فقط قاعد تحفظ او تسمع كلام الناس بدون ما تطبق طبيعي الشخص الناس بيوجهونك على كيفهم. لكن لو انا اشوف بعيوني الشيء اللي قاعد اقوله اي شخص من الشارع عمره اي خيل يشوفه يقدر خلينا نقول يعرفه من نفسه بدون ما حد يعلم. هي اي طريقه زي ما قلنا فطريه طبيعيه مو مكتسبه معلمه تشوفها قدامك. بس اذا كان الشخص يعني يتجاوز الشيء اللي قاعد يشوفه او يعني كانه ما شافه بسبب كلام الناس هذا موضوع اخر. فالضغط موجود في الفم
طرق الركوب تستعمل اليد، وموجود تحت في المهماز طرق الركوب تستعمل الرجل. ان كان ضغط صحيح تحكمت، ان كان ضغط خطا ما تحكمت. لكن الادعاء ان اقل اذا كانت الطريقه تعتمد على الرجل مو بس خطا، عكس الصواب، فهو اقوى، لان ضغط المهماز اقوى من ضغط الشكيمه. الشكيمه مهما ضغطت قوه ذا عسرت لسان قومك زي ما قلت، لكن المهماز لو ضغطت قوه ممكن تشق بطن لسان شق، يعني حرفيا المهماز تقدر تقص رقبه شخص فيه، اذا كان قلم ممكن تطعنه فيه. فمك المهماز اذا المهماز اكثر اذى، لكن ما في حصان اذا ضغطت بالمهماز هنا فتح فمه او رفع رقبته، فمو مرئي عند الشخص الجاهل او المتجاهل. لكن اللي فاهم في الخيل يعرف ان الضغط انتقل من فوق لتحت، وانه اقوى تحت من فوق اكثر اذى. فان كان صح فهو صح تحت او فوق، وان كان خطا فهو صح فهو خطا تحت او فوق. ولكن التحكم ما له علاقه بالاداه نفسها. اذا الاذى او استعمال القوه موجود هنا وهنا. استعملت القوه فقط التحكم هنا وهنا، وما استعملت القوه تحكمت هنا وهنا. بس القول ان اقل في الرجل مو بس خطا، عكس الصواب، أكثر في الرجل وليس العكس.